السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم عليان الخطيب من بلدة عنبه في شمال منطقة إربد، تبعد تقريبا عن إربد 20 كيلومتر. تبارك الله ما شاء الله. أنا منطقة عراقة بالطبل، منطقة جميلة جدا، عن بها مسقط رأسي، ولدت فيها وعشت فيها، اللهم بارك. أنا هاي بدي أجي على منطقة القنيفة وفرجيك المناظر الخلابة. طبعا تبارك الله ما شاء الله، هاي أنا عند منطقة القنيفة، هاي خلفي منطقة الرقبة، سنام الجمل، سموها سنام الجمل لأنها على شكل سنام الجمل، سبحان الله العظيم. تبارك الله ما شاء الله، انظروا الربيع كيف الأشجار. أنا بشجع كل الناس أنها تيجي تزور هالمنطقة، تبارك الله المنطقة الجميلة، اللهم بارك. أشجع كل الناس من جميع أنحاء العالم أنهم يزوروا منطقة عنبه، عنبه الجميلة في إربد، تبعد عن إربد 20 كيلومتر، اللهم بارك. طبعا هاي المناطق اللي خلفي مباشرة منطقة زوبيا ورحابة وهيك فيه، والله أعلم. طبعا غابات برقش، منطقة برقش في القصور الملكية، اللهم بارك. تبارك الله ما شاء الله، سبحان الله العظيم. طبعا هاي لقطة أخيرة، منطقة القنيفة في عراقة بالطبل. كان معكم عليان الخطيب من بلدة عنبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.